أحييكم مجددا مشاهدينا، لازلنا معكم خلال هذه التغطية المباشرة حول التطورات الميدانية والسياسية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. طبعا يسعدنا أن نستضيف معنا خلال هذه التغطية المباشرة رئيس تحرير موقع لبنان الكبير أستاذ محمد نمر. أهلا وسهلا فيك. شكرا، شكرا لك، واسمحي لي بداية ابتسام. فعلا دائما أنا لما فوت على التلفزيون وشوف جهدكم، جهد الزملاء، وجهلهم دائما تحية، لأنه بيبقى صار مارق كتير أزمات. صحيح. ورغم ذلك أنتوا كل هالزملاء الموظفين والعاملين بتلفزيون لبنان هن عنوان أساسي للصمود بكل أزمة عم يمرق فيها لبنان، وعم يبقوا هذا التلفزيون على قيد الحياة. شكرا لك يا محمد. طبعا ان شاء الله يعني يتحسن وضعنا كلنا ووضع كل المؤسسات اللي هو بحال مؤسسات الدولة. بداية من المفاوضات اللي فينا نقول المبادرة الأمريكية اللي كانت عم تقوم فيها بالتنسيق، طبعا يعني شفنا زيارة هوكستين إلى بيروت ومن ثم بالأمس إلى تل أبيب، ويبدو أنه توقفت هيدي المفاوضات، فينا نقول تعثرت، تأجلت، تفرملت. شو التوصيف إلى اليوم المفاوضات رحلت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ شو معلوماتك؟ نعم طبعا، اللي بيستمع لكلام نتنياهو بالأمس بيتضح معه أكثر من استنتاج صار واضح للجميع. الاستنتاج الأول والأساسي أنه المفاوضات دخلت مرحلة جمود ومرحلة مجهول إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وبالتالي الإدارة الجديدة بترجع بتدخل بهذا النوع من التواصل بحكم أنه الوساطة الأساسية مع إسرائيل لبنان عبر أمريكا عم بتكون، واليوم الوساطة هذه دخلت بجو الانتخابات. نتنياهو لا يريد أن يعطي الهدايا لإدارة بايدن حاليا، عم بيقول بكرة اللي بيفوز هو بياخد هدية المفاوضات. بنرجع بندخل بتفاصيلها. النقطة الثانية أنه واضح الجواب اللي قاله عندما يقول نتنياهو أنه أريد فرض احترام القرارات، ويقول أنه يريد اتفاق جزئي معه، فهو يتحدث بشكل غير مباشر عن الطروحات والتسريبات اللي تحدثت عن تدخل إسرائيلي مباشر سواء بالعمليات البرية أو جوا أو عبر الحدود. صح، كانوا حصار يعني للبنان. مش بس حصار، أول شيء هذا يعني أن نتنياهو يريد أن يفرض وصاية على لبنان، واحد. ثانيا يعني، يريد وقف إطلاق نار من جانب واحد. ثالثا والأساس أنه هو ما بده يوقف إطلاق نار، وهذا الأمر مرفوض من كل القوى في لبنان ومن القوى المسؤولة اليوم عن المفاوضات، والرهان عليها كبير اللي هي ضمن رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقات. صحيح. إذن الرسالة من لبنان كانت واضحة عبر عين التينة بأنه فكرة أنه الإسرائيلي يجي يشرف علينا وعلى تطبيق 17-1 يفتح الله ما إله رزق عنا بهذا الشيء. هل الأمريكي عدو يريد ذلك أيضا؟ لا، أنا برأيي الأمريكي يعني إسرائيلي، الأمريكي مباشر عمل طرح مزدوج نوعا ما. الرئيس بري وضع، طبعا ما في ورقة أو اتفاق راح للأمريكي، في وجهة نظر قدمها الرئيس بري بعد طبعا التواصل مع رئيس الحكومة أيضا نجيب ميقاتي اللي قدم الطرح نفسه واللي فيه توافق من غالبية القوى، خلينا نقول 70-80% من القوى السياسية موقف لبنان الرسمي. أنا موقف لبنان الرسمي أنه من يطبق 17-1 ويشرف على 17-1 وينفذ 17-1 هو الجيش اللبناني حصرا. ولكن هناك قوات لليونيفيل الموجودة بشكل الحالي تساعد الجيش اللبناني وتتعاون معه وتشكل ضماني لتطبيق 17-1. أي شيء غير ذلك هذا يعتبر انتهاك للسيادة اللبنانية. طرح الأمريكي فكرة لما راح، حتى يعني بالمعلومات نحن عم نحكي ما سرب بالإعلام، لأنه ما في ورقة أو نص غير اللي تسربت القديمة بعيدا عنها. تذكر البنود التسعة؟ عم تحكي عن البنود التسعة؟ غير البنود التسعة أيضاً؟ واضح الإسرائيلي متمسك أساسا بطرحه. الأمريكي يبدو زاد موضوع لجنة مراقبة.
صحيح، ويكون هو مشرف فيه ومراقب لآلية التطبيق. بيقول لك انه اللبناني بيقبل انه امريكاني يكون موجود بهاللجنه بدل ما يكون في اسرائيلي، وايضا بما انه الامريكاني يحرص على المصالح الاسرائيليه فيعطي بطريقه غير مباشره. ورغم ذلك يعني تحكي بريطانيه، لجنه بريطانيه امريكيه الى جانب، نحن ما بدنا اذا عندنا مشكله اساسيه مع النفوذ الايراني في لبنان لا يعني اطلاقا انه انا اسمح لنفوذ جديد يدخل لبنان، خصوصا اذا نفوذ من اسرائيلي بالنسبه لي هو عدو طبيعي وابدي وتاريخي، قتل من قتل وفعل من فعل. اذا في موقف رسمي، الموقف جيد ابتسام زميلتي، ولكن ايضا هناك دقه وحساسيه بامر ما ترتبط بال 1701. طب هل الجيش اللبناني قادر؟ مش قادر، هو قادر، سيعطى له القرار السياسي لإزالة منشآت حزب الله في جنوب الليطاني؟ واحد. اثنان، هل سيعطى له القرار السياسي لمنع توريد الأسلحة عبر الحدود لحزب الله؟ هل سيعطى القرار السياسي لمواجهة كل من يخالف هذا القرار؟ إذن هون في عنا موضوع داخلي. صحيح، نحن نثق بالجيش اللبناني وبقدرات الجيش اللبناني والإمكانيات اللي عنده، ولكن الإمكانية الأكبر هي القرار السياسي، قرار السياسي من الحكومة، يعني حكومية، يعني الشعب اللبناني مجتمعا بمجلس وزراء من كل الأطياف. إذن أيضا يحتاج الجيش اللبناني هذا القرار. القرار الداخلي، هل سيتم يعني تسليح ايضا الجيش اللبناني قبل نشر يعني جنوده على لا تاكيد على لا ما برايي هيدا شرط اساسي. الشرط تحدث رئيس الحكومه نعم عن حاجه الجيش اللبناني للعديد والعده والعتاد، هذا امر طبيعي لانه نحن بدنا نروح على 6000 او 8000 عسكري جديد، يعني حكما يحتاج الى قدرات تمويل ماليه وأيضاً وحكما يحتاج الى سلاح ليحملوا سلاح. شو ما بدنا نجيب 8000 كلاشن او انفور او صواريخ، طبعا يحتاج، ولكن الحاجه للجيش اللبناني فيما بعد عندما يصبح الجيش اللبناني على الحدود ويصبح هو من يمسك بالشرعيه في لبنان، طبعا يحتاج الجيش اللبناني للدفاعات الجويه، طبعا يحتاج الجيش اللبناني لصواريخ المضادة للدروع، طبعا يحتاج اللبناني لأقوى الأسلحة. من سيعطي؟ أيوة. هون لما أنت نصبح نحن دولة ذات ثقة للمجتمع الدولي ونجذب المؤيدين لخيار الدولة في لبنان، حييجوا يعطوا، ليش بدهم يجوا يعطوا طالما أنا ما عندي مين عم ياخد قرار الحرب والسلم عني، وفي جهة قادر اتواصل انا وياها هي ادارة لبنانية سليمة معافية نظيفة الكف عندها قرار يرتبط بكل لبنان. فايه بيجوا بيسلحوا الجيش، كل الدول بتسلح حالها وفي شركات بتروح بتسلح فيها، هذا الجيش يصبح هو على حدود مع اسرائيل، هو بمواجهة اسرائيل وليس شرطة حدود عند اسرائيل. تمام؟ فعندما يصبح هو بمواجهة إسرائيل ويصبح حزب الله خلفه، متى سيأتي هذا القرار وأيضا المرحلة نحكي إذن عنها. الموضوع يحتاج أيضا إلى قراءة داخلية عميقة وطويلة، الجيش اللبناني عليه جهد كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة بهذا الإطار لنحدد ماذا تعني المرحلة المقبلة، لأنه فيما بعد ابتسام في حال كان الجيش اللبناني هو بجنوب الليطاني لم يعد هناك حاجة للسلاح تحت ما يسمى مقاومة. يعني كما صدر القرار 1701 كما يعني بال 2006 فينا نقول ما لا. كان في ظهور مسلح اوكي ما تم تطبيقه من قبل اسرائيل وايضا طبعا من قبل اسرائيل، انتهاكات الاسرائيليه يوميا، اسرائيل عملت الاف الانتهاكات. لهيك نحن بدنا نكمل على طرف اخر، نحن ما اعطانا حدا لا الامريكي ولا غير الامريكي اي ضمانات تخص امن لبنان. صحيح. طب انا ماشي حزب الله فل والجيش اللبناني هو الذي انتشر، علما هو اساسا موجود ولكن مش بالصيغه المطلوبه، تنكون نحن واضحين. طب انت ما الذي يضمن لي ايضا انه ما يرجع الاسرائيلي يتعدى على اراضي لبنانيه؟ وشو بالنسبه لبعض التلال اللي محتله هيدي ما حكيتني فيها؟
طبعا موضوع مزارع شبعة موضوع ضمن ال 17-01 بأنه هو تتكفل فيه الأمم المتحدة نقاط أيضا المختلفة عليها. إذا الموضوع يحتاج إلى رؤية واضحة مش قائمة فقط على الاستسلام. نعم نحن عنا بالداخل مشكلة مع حزب الله ابتسام. نعم. نحن نقول عنا مشكلة مع حزب الله وهو دفعنا نتيجة خطأ استراتيجي قام فيه ب 8 أكتوبر. ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن نوجه سلاح على الداخل اللبناني بالوقت اللي الخارج عم بيقوس علينا. هذا يستفيد منه اليوم الإسرائيلي للأسف البعض مش واعيين إنه بعض الأطراف اللبنانيين اليوم يعني حتى فينا نقول تشعبت البنود اللي القرار 1701 اللي حكى يعني اليوم واضح لبنان الرسمي موقف لبنان الرسمي بده تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته دون أي نقصان أو أي تعديل. لكن اليوم في بنود تشعبت وكثرت يعني شفنا تعديلات يعني ادخال تعديلات من تحت الطاولة يمكن لم يعلن عنها بالعلن مثل ما قلت في تسريبات. لكن نحن يعني اي قرار اليوم بده يثبت يعني احنا عندنا 1701 حكما نحن واضح بقلب 1701 في ملحقات اسمها صحيح ببدايه النص هو بيحكي عن 1559 و 1680 طيب تمام هذا لا يعني انه لا يجب تطبيقهم هدول قرارات دوليه. هلا لو انا طبقت اتفاق الطائف اساسا ما كنت وصلت لحرب تموز ولا وصلت ل 1701 ولا ل 1559 قبل. هل سترضى ايضا اسرائيل بانسحاب ورق وراء الخط الازرق ايضا؟ ما هو هون بدنا نجي نحن نحكي وعم تحكي بلشنا نحكي بمنطقه عازله بعد الكيلومترات وهلا ما بقى بدهم نعم. كمان كيلومترات صار بدهم لشمال الليطاني صح نحن يعني. اول شيء بدنا نعرف حجمنا الطبيعي بقلب العالم تمام نكون فكر حالنا كمان لا نحن محور العالم ولا احنا الجيوش القوية في العالم ونحن عندنا مشكلة انقسام داخلي أساسا وليس لا. الجيش اللبناني موحدا واقف كل الشعب اللبناني وراه ليروح يقاتل في جزء في انقسام حوله هو اللي موجود بالواجهة حاليا تمام موضوع ال 1559 يجب أن يطبق ولكن متى مش بالتوقيت الحالي لهيك أنا خالفت القوات اللبنانية عندما عرضوا لقاء حول موضوع 1550 قلنا لهم ليس التوقيت الحالي لطرح سحب سلاح حزب الله والبارود الإسرائيلي موجه عليه وإلا نصبح نحن إلى جانب الإسرائيلي ولكن هذا لا يعني أنه بعد وقف إطلاق النار وبدء المسار ألا نصل إلى موعد بموضوع 1550 لأنه بدنا دولة طبيعية وطالما الجيش اللبناني اصبح على الحدود كان مرحله لاحقه ما لاحقة بعد يعني مش بعيدة يعني مش بعد الحرب بمرحله ما لابد من انه نحن يصبح لدينا دوله طبيعيه فيها جيش واحد وخلصنا يعني هذا اي دوله كان في مبرر للمقاومه لم يعد هناك مبرر للمقاومه بس اليوم بالبند كيف بتقول البند اللي بيقول اليوم انه يجب يعني ازاحه او المقاومه بسلاحها الى شمال الليطاني طب اليوم هذا ابن الجنوب كيف بدك تشيله من بيئته تشيله من ضيعته تشيله من ما نشيل من بيئته ومن ضيعته عندما يصبح الجيش اللبناني هو على في جنوب لبنان وعلى الحدود ويكون في عندنا هالشباب اللي مثل الشهيد فرحات يوقف بوجه الإسرائيلي على مسافة صفر ويقول له إذا أنت ما بترجع بخرطش وبقويس لا ساعتها نحن بأمان انتبه قال لك شغل العسكرة والسلاح مش هو اللي بيحمي تنكون واضحين هلأ يعني إسرائيل مش هيدا هي من أقوى جيوش العالم وأقوى جيوش التكنولوجيا والأي آي والذكاء الاصطناعي واللي بدك إيه طيب هل استطاعت أن تعيد المستوطنين إلى شمال إسرائيل ما استطاعت طب إذن مش دايما الحل هو العسكري الدبلوماسي والضغط هو الأهم وهو الأقوى لأنه نحن حلف وندور ونرجع عشو على مفاوضات طب ليش ما كنا نحن ما كنا بغنى عن هيدي الضربة اللي صارت ب 8 أكتوبر ووصلتنا لهون كنا قادرين نعمل ساعتها مفاوضات إذا كانت وكان في مرسوم كان في خط كان في حديث عن تسليم خروج الاحتلال من التلال كفر شوبة وقرية نعم. الغجر مقابل النقاط إذن عم نجي نحن نتنياهو اليوم يتحدث عن تغيير يعني تغيير الشرق الأوسط وعم بيصعد اليوم على ماذا يتكل اليوم نتنياهو هلأ بيتكل هو براحته يتكل على شو بيشوف نحن كلبنانيين نحن ضد أي محاولة فرض وصاية إسرائيلية على لبنان أو أي احتلال جديد ولا بدنا ضرب لسيادة لبنان
لا بدنا لا وصاية إسرائيلية وعدو إسرائيلي، ولكن بنفس الوقت ما بدنا أيضا نفوذ إيراني قائم على تسليح أي طرف بلبنان. بدنا نحن شعب واحد، نكون جميعنا متساويين مع بعض، واللي بيحمينا الجيش اللبناني من أول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والدولة، وساعتها بنكون نحن قادرين نحكي الخارج. بينما أنت دولة مش قادرة تنتخبي رئيس جمهورية، كيف بدك تحكي الخارج؟ عليك روحي، ما أنت أساسا موقفك منه موحد، جزء من اللبنانيين منه معي. نعم، المواقف الداخلية اليوم يعني تضعف أيضا يعني موقف اللبناني. نحن عندنا مشكلة أساسية، كيف نحن لازم يكون عندنا وحدة وطنية إذا ما كان موقفنا واحد بوجه عدو إسرائيلي؟ كيف بده يكون في عنا نحن مواقف؟ بس ما فيك تقول اليوم كل طرف اليوم متمسك برأيه بأفكاره بحزبه بفكرته، يعني أجندة خارجية اليوم مش بس يعني فينا نقول يعني المقاومة وانتماء حزب الله لإيران، ما أيضا كل الفريق اليوم متمسك بعادات وبتقاليد وبمواقف سياسية. لا مصحيح وعسكرية مصحيح. يعني ما في أي، جيبي لي أي طرف بقلب لبنان غير حزب الله تم تسليحه بزلزال ورعد وصواريخ وهو اجى قال طب خلص شو بدي انا بالسياسه؟ اهلا وسهلا بالجميع. نحن نريد حزب الله السياسي في لبنان، عادي حقه ان يكون لديه وجهه نظر تجاه لبنان ومستقبل لبنان، ولكن ان يعمل بالسياسه والديمقراطيه. لهيك نحن نريد ان نقول لحزب الله شو بدك بالسلاح. اليوم عم بتشوف المواقف الداخليه استباقيه، يعني اليوم تنقول المواقف الغربيه والامريكيه عم تحكي عن يعني تنفيذ القرار 1701 بعد ما وصل لموضوع تجريد السلاح. نعم. لكن بلشنا يعني المواقف الداخليه نحكي عن تجريد حزب الله من سلاحه، ونحن يعني بخضم العدوان الاسرائيلي اليوم. تمام، هلا بالكلام اذا نجينا نحن نجي نحكي عن خطه تصل الى مرحله غياب الحاجه للسلاح المقاومه، هذا امر جيد. اذا صار عندي جيش لبناني ليش بدي سلاح مقاومه؟ لمين حيوجه يكون موجه؟ يعني اذا صار سلاح حزب الله موجود ما بعد شمال الليطاني، شو بده يعمل فيه؟ بده يصطاد فيه فري يعني؟ شو بده يعمل فيه؟ هيدا الامان منين بيعطيك هيدا الضمان؟ ولا مره كان الامان عندي يعني. هل اسرائيل او هل الضغط الامريكي اليوم او الغربي هل عم بيستطيعوا انه يضغطوا اليوم على ولا مرة سياسه كان اسرائيل؟ الامان من سلاح حزب الله، سلاح حزب الله واوصل الى اغتيال السيد نصر الله، خسرنا هذه الشخصية وبالتالي سقطت فكرة الردع. إذا المقاومة لا تستطيع أن تحمي قائدها لا تستطيع لا أن تحميني ولا تحميك ولا تحمي خينا بالجنوب وإختنا بالجنوب. خلينا نكون واضحين، تحمينا فكرة الدولة، تعالوا كلياتنا نروح على الدولة، نحن بدنا كلنا نكون موجودين، لا بدنا ترانسفير للشيعة، بدنا نحطهم بعيوننا وعراسنا من فوق، بدنا إياهم شركاء معنا وهني أساس بتأسيس لبنان، لبنان الكبير مثلنا مثل المسيحي والدرزي والسني والجميع، تعوا كلياتنا يصير في عنا هيدا الوطن ونصير كلنا وطنيين تحت الجيش اللبناني. هلأ اللي بده يروح يقاتل الإسرائيلي يروح يتطوع بالجيش اللبناني. لهيك أنا مع أساسا عودة خدمة العلم، يعني هيدي اللي كانت تجمع أواصر اللبنانيين من كل الفئات والطوائف تحت فكرة وطنية، يتعلموا كيف هن يشتغلوا بموضوع السلاح ولكن تحت فكرة الوطن، مش أنا أروح على الأحزاب لتعلمني موضوع السلاح. فتقوية الجيش اللبناني أمر أساسي ابتسام، وتقوية الأجهزة الأمنية أمر أساسي، لأنه تقوية الدولة هو فقط اللي ممكن أنه ينقذنا. هلأ نرجع للسؤال الأساسي اللي سألتيني إياه اليوم، برأيي هناك رهان أنه بعد الانتخابات الأمريكية تصبح هذه الإدارة الأمريكية الجديدة متحررة من ابتزازات نتنياهو، وبالتالي قادرة تصبح قادرة على إقفال أو يعني التشديد أكثر على حنفية الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، ربما أنه تضغط عليه ليوصل لمرحلة يوقف إطلاق نار، لأنه برأيي أنه هو لم يعد هدفه إعادة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، أصبح هدفه القضاء على حزب الله. كون واضحين، ومش بس القضاء عليه، القضاء عليه قدر الإمكان وعدم تمكينه من تطوير قدراته مجددا. هذا اللي كرمال هيك موضوع المراقبة وكرمال ما يرجع ينشئ إذا مواقع نحنا عسكرية لقلو. نحن بالداخل كنا عم نجي نقول له طالما نقول له لحزب الله تعا نكون سوا تحت خيمة الدولة، اترك أي أجندة خارجية، لا داعي لا كل هالجيوش
ولا كل هالصواريخ ولا غيرها، تعال نوقف مع الجيش اللبناني ونقويه ويتسلح فيما بعد وكل هالامور، ولكن للاسف ما كان هذا الخيار. هل بتشوف اليوم نتنياهو يعيد يعني فينا نقول سيناريو غزه بلبنان؟ هلا تدمير ممنهج بالكره الحدوديه، من قتل وتدمير ايضا يعني بالضاحيه الجنوبيه، شفنا تنقل عم بتكون التصعيد بالاونه الاخيره كثير عم بيكون تدميري في البقاع، في بعلبك، في صور. نعم طبعا يعني هيدا تعددت اللي عنده وتنوع بمختلف المناطق اللبنانيه، عم بيكون تدمير قاسي. هيدا تصرف طبيعي من اجرام اسرائيل تعودنا عليه تاريخيا، بانه ما يفرق بين بشر وحجر، وما يفرق بين مدنيين وعسكريين، وما يفرق بين طفل ولا شيخ ولا سيده. يعني هذا شيء اساسا اصبح بيشهد عليه العالم، بانه هذا الرجل وهذا الكيان وهذه الحكومه اليمينيه الاسرائيليه متطرفه الى حد القتل من دون محاسبه. إذن السؤال، نحن يجب في المرحلة المقبلة وأن نبدأ من الآن أن نحدد ما دور لبنان في المنطقة. إذا دوري أنا أنه تحت وحدة الساحات كل المناطق تكون هادية ولبنان يتخرب كرمال عيون إيران، لا ما بيمشي الحال بقى. شو الخيارات؟ إذا نحن أيضا لا نريد أن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن لا نريد أن نتجاوز أنه في مكونات نحن عايشين سوا. بتشوفها غلطة كانت اليوم يعني جبهة الإسناد؟ طبعا خطأ، سند فيها اليوم جبهة قطاع غزة، اليوم إيه ليش بدي أنا سند بالعسكر منسية. ربما هذا ما يريده اليوم الإسرائيلي وحليفه الغربي والأمريكي، نسيان القضية الفلسطينية اللي هي اليوم القضية الأساسية. طيب انه اول مره بيعملوا الفلسطينيين حركه ما لاستعاده ارضهم بمواجهه الاحتلال، مش اول مره. طب نحن بلبنان قد ايه دافعين اثمان من اجل موضوع القضيه الفلسطينيه، ولا زلنا ندعم القضيه الفلسطينيه للاخر، ولكن ليس بالسلاح وليس بالعسكري. نحن بنوقف مع القضيه، بس انا اجي من لبنان اخذ لوحدي قرار؟ طب ما ارجع للدوله، اذا الدوله اخذت قرار تروح تساند، هذا بنعرف على الاقل الدولة اللبنانية. بس في طرف من عنده مسك حاله وفتح حسابه وأخذ هذا القرار ودفعنا ثمنه. أنا بلاقي حسابات حزب الله لم تكن في مكانها، ولو كان على قيد الحياة السيد نصر الله لكرر جملة لو كنت أعلم ووصلنا لهذا المطرح. أي مساندة غزة صار بدنا مين نسند عليه عزيزتي؟ ما بقى فيه يعني شو، نحن كنا بلد جاهز لحرب يعني؟ ما كمان فينا نذكر اليوم أنه هناك شعب يعني الشعب الفلسطيني. هي بنوقف معه طب انه هلا يعني امام هيدا العالم اليوم يتفرج العالم الغربي والامريكي كله لاضعاف في فلسطين. طيب اذا بوقف انا الى جانب كل الطروحات يعني غلط اليوم المقاومه كانكم بتحملوها مسؤوليه سندت الضعيف او شقيقه يعني طيب مع انه بالنهايه مين عطى الاذن؟ مين هو لياخذ قرار عني انه هو يروح يساند الضعيف؟ هيدا السؤال. لما يعطوني جواب بقول لهم اهلا وسهلا، انا عندي دوله. طيب قاتل انا انتخبت، انا بنتخب بلبنان، نائب يمثلني بمجلس النواب، بيروح بيشكل مع الناس حكومه وينتخب رئيس للجمهوريه تيمثلوني. انا لم انتخب حزب الله، فاذا لا يمثلني. ماشي، يمثل مجموعه من اللبنانيين، انا احترمهم واحترم رايهم وبحطه على راسي، بس القرار مش ملك احد واحد، ما نكون ملكنا جميعا. ما بتشوف كانت يعني انه هلا وين وحده الساحات يعني؟ كانت استباقيه. هي استباقيه، وين استباقيه؟ يعني هو ب 7 اكتوبر هاجموا حماس، عم قرر الاسرائيلي ب 7 اكتوبر يعمل خطه ليفوت على لبنان؟ مشروع مش كبير اليوم. طب ما هو الاسرائيلي اذا بيحكوا عن دوله اسرائيل الكبرى ربما. طب يعني لكن يفوت من زمان، يفوت يعني من زمان بالحرب، من فلسطين الى لبنان الى الاردن ما صحيح. الى سوريا. اللي صار اللي صار طبعا مشروع الاسرائيلي معروف، ما نحن اليوم اساسا امام مشروعين، مشروع ايراني قائم على تصدير الثوره وفرض النفوذ في الدول، ومشروع إسرائيلي آخر بده يجي يعمل عملية استيطان ويحتل أراضي ولبنان. طيب إذن يعني نحن قاعدين على أراضي لبنانية ونشهد على صراع إيراني إسرائيلي على بلدنا. ليش؟ أين المشروع اللبناني؟ ما في مشروع لبناني.
تكون واضحين. انا كل عم بيجي يقولوا اين الوطن، اين الوطنيه؟ لا بدي اجي اكسر حدا ولا بدي. مين قال انه يعني الشيعي بس اذا كان في عنده سلاح؟ وللعلم طبعا الشيعة مش ممثلين بالكامل بالثنائي، يعني في كمان شيعة اخرين، بس بعيدا عن هذا يعني شاءت الظروف اللي يكونوا من منطقه الجنوب اللي محاذيه لغالبيتهم فلسطين المحتله يعني. لا الجنوب فيها سنه كمان وفيها مسيحيين يعني اكثريه يعني كيف. ماشي لك نحن حتى في مسيحيين اكيد نحن نحترم وجودهم بالجنوب ونحترم قهرهم، نحن بنعرف شو عانوا وفكر انه ما عندنا وعي لشو عانوا، ولكن بنهايه المطاف انا بدي نتيجه. اذا انا جاي يفوت بمعركه عارف بالاخر خسراني يعني انا غبي. يعني نتيجه شو؟ ان نخضع اليوم اطلاقاً اطلاقاً ان نخضع للامريكيه لاملاءات الغرب، اقوي منطق الدوله وازيل كل الذرائع اللي ممكن يستخدمها الاسرائيلي لضربي بس. يوم في لبناني كأنه بده يدافع واللبناني ما بده يدافع. طيب ليش ما بتروح أنا إسرائيل؟ أنا خليني بهمي وخلص. ليش ما بتروح إسرائيل على الأردن؟ وليش ما بتروح بتقاتل تجاه مصر؟ هاي عم تحكي مناطق. ما سمحوا لها. إيه ما سمحوا لها؟ مين قال سمحوا؟ نحن عنا مشكلة بدنا نعالجها لكمان نصير مثل هيدي الدول. وساعتها يقرب الإسرائيلي على لبنان ويشوف في جيش على الأقل. ما في تزاكي، فينا نقول تزاكي أمريكي تزاكي غربي أيضا ومؤامرات على يعني على لبنان وعلى القضية الفلسطينية. فينا نقول تزاكي يعني اليوم قبل قليل كان في موقع إكسيوس ذكر عن مسؤول أمريكي واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالب الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر. هذا اللي عم يجي نقول لك، في ابتزاز يعني في ابتزاز الأمريكي لأنه الإسرائيلي بدها توقف مطالب. أكيد بدها توقف الدعم العسكري عن إسرائيل. ما بعتقد بتوقفه ولكن بتضعفه بس أنه اليوم نوعا ما إذا راحت، بس واضح اليوم أنه نتنياهو عم يبتز بموضوع الانتخابات الأمريكية. بعد هيدي الانتخابات بتكون الإدارة الأمريكية متحررة. ما ننسى الإسرائيلي صوت أساسي بإسرائيل، عفوا بأمريكا، لكن أيضا العرب صوت أساسي بأمريكا تحديدا ولاية ميشيغان. صحيح يعني معروف هيدا الشيء. انا برايي انه خلص راح رحنا الحين على الانتخابات الامريكيه حكما، يعني بتعطي فرصه للولايات المتحده الامريكيه خلال هيدا الشهر نهايه الشهر او ربما لا مطلع السنه الجديده. عم نحكي عن اساوي بشهرين يعني، مع انه موضوع اذا اجى الجمهوري اذا اجى ترامب فحكما القبضه تكون قاسيه اكثر بموضوع مواجهه ايران وازرع ايران وغيرها، ما يمكن يعطي لنتنياهو المزيد من الوقت. اذا اجى الديمقراطي فنحن عنا إدارة ديمقراطية حالية وجاي إدارة ديمقراطية، حنشوف نرجع هوكشتاين في تل أبيب وفي بيروت بعد الانتخابات يعني قبل نهاية العام. أما إذا أجا الجمهوري فبطل هناك بقى خلص، ليش بده يرد نتنياهو على بايدن اللي فالل؟ فبده يصير يبلش يتعاطى مع مين؟ مع الإدارة الجديدة اللي هي بدها تعمل عملية تعيينات وغيرها، بتاخذ وقت حتى ممكن يتغير يعني عندك صح. وزير خارجية واضح الأمريكي الموضوع مش واقف على موضوع وقف إطلاق النار، خلص في تغيير ما بده يصير بقلب المنطقة. لهيك أنا قلت لك لابد نحن كلبنانيين أن نحدد دورنا بشكل مباشر انه نحن وين باللي صاير بالمنطقه. حتى يعني اليوم ما لنا حرب عاديه يعني تخاض على ارض لبنان، ما لنا حرب عاديه الكل مشارك فيها عالميا في كل. طبعا بس الشكل الاساسي هو ايراني والامريكي الاسرائيلي، بس تحديدا الاسرائيلي. فاليوم عم بيجي يقول له الايراني كيف شرك عني؟ شو بدك بموضوع تسليح الداخل؟ انت بدي يكون عندي علاقه معك من دوله لدوله، انت بدك مصلحه شعبك وبدك تكون بمنقى عن الصراعات وعم تبعت شوية مفرقعات على إسرائيل. أنا ما بدي، أنا كمان بدي مصلحة شعبي، والوقت الحالي أنا مني دولة بتروح تعمل معارك وحروب، في جيوش أقوى مني بالمنطقة أصلا. شو بدي يعني؟ أنا شو بدي غير استقرار بقلب بلدي؟ لما صير أنا جيش قادر، طب يعني هلأ اليوم المقاومة يعني بسلاحة قدرت؟ شو قدرت تعمل المقاومة بسلاحة؟ تلك وصل إلى حد اغتيال قائدة وتدمير كل المناطق اللي فيه نفوذ فيها للأسف، وطالت الجميع مدنيين من كل الطوائف عم نخسر شهداء. بس إنه شو وين الردع؟ سقطت نظرية الردع. فخليني روح أنا وياكم على الفكرة الأساسية اللي هي الدولة. إذن هون محور الحديث، هون بدنا نحن نروح إنه هذا البلد بلد لبنان العربي الهوية، نمشي مع العرب ليجوا يساعدونا العرب. نحن اليوم العرب ليش بده يجي يساعدك إذا ما عندك إدارة ورئيس جمهورية؟ مع مين بيحكي؟ يعني اليوم في عنا
الله يطول بعمرهم يعني رئيس يعني مجلس النواب ورئيس المجلس. يعني الداخل فينا نقول من الداخل اللبناني ممثل انه برئيس بري ورئيس ميقاتي، وفي طرف اخر مغيب وهو لانه يعني مع شهور الرئاسه اليوم وغياب رئيس جمهوريه، انه هذا الطرف مغيب وله كلمه اليوم، مش انه الرئيس ميقاتي بيحكي باسم اللبنانيين او الرئيس بري ايضا، انه في قصم مغيب. وين قصم مغيب يعني حتى رئيس حكومه، حتى المفاوضات اللي عم تصير اليوم يعني زياره هوكشتاين عم تكون فقط محصوره بين الرئيس بري ورئيس ميقاتي. كل لبنان ورئيس مجلس النواب، نص المجلس مسيحي ونص المجلس مسلم. يعني انه اذا ما بيحكي رئيس حكومه لبنان مين بده يحكي؟ يعني شو كمان بدنا نروح نعمل حوار لنجي نحكي مفاوض الاسرائيلي؟ طيب بدنا نروح على انتخاب رئيس جمهوريه وبدهم انه هن هو يفاوض بتطبيق القرار 1701، يعني اقل يكون بحاجه للبلد بيعتبروه هلا بهيدي المرحله موجود رئيس جمهوريه. يعني طبيعي ان يعني يكون هو شريك بالمفاوضات. نحن ما ننسى نحن نظامنا ما نظام جمهوري، نحن نظام برلماني. يعني كمان الناس بتنسى وحتى الخارج بينسى انه رئيس جمهورية هو يعني يساهم بالسلطة التنفيذية، لكن السلطة التنفيذية هي بالحكومة، ولكن تشكيل النظام يبدأ من نظام برلماني. خدوا خياراتكم بالانتخابات النيابية، هي اللي بتوصل لحكومة بتوصل رئيس جمهورية. هذا المجلس للأسف يبدو ما بعرف إذا حينتخب رئيس جمهورية، استبعد انا من بدايه بعد الانتخابات النيابيه على المواقف يعني اللي اطلقها الرئيس بري انه لا انتخاب رئيس قبل وقف اطلاق النار. يعني كل اليوم الملفات مربوطه يعني اليوم يعني قبل باليوم الرئيس بري حدد شرط انساني واخلاقي، هو انه بدنا رئيس توافقي. نعم، لانه انت رايحه على مشكل بالبلد، في مشكل ربما داخلي. اذا جبتي رئيس توافقي بيحكي مع كل اللبنانيين تعطيه 86 صوت، ولو الأمر معروف أنه بالدستور ممكن بالنص زائد واحد وبنصاب 86، لكن إذا جبتيه بال 86 هذا أمر يريح اللبنانيين ويريح المجتمع الدولي. فإذا بدنا التوافق، غير هيك إذا هلأ في رئيس توافق برأيي الرئيس بري بيمشي، بس ما في رئيس عم يتوافقوا عليه، كل واحد عم بفكر بحساباته الخاصة. فلهيك إجا وضع أنه وقف إطلاق النار، لأنه إيه في ناس عم بتموت. بس اذا اليوم هلا بيجوا بيقولوا في توافق على رئيس، خلينا ننتخب اليوم. يعني لانه رئيس بري بيشوفوا انه عم يربط اليوم دعوه لانتخاب رئيس جمهوريه بدعوته للحوار، وفي فريق مسيحي اليوم رافض فكره الحوار اللي هي بتنسب. خلص هلا الحوار، رئيس بري تراجع عن هذه الفكره، ولكن رغم ذلك عم تتحاور الكتل النيابيه بمجلس النواب بعيدا عن الاعلام. يعني في لقاءات ومشاورات بمجلس النواب عم بيتم التواصل فيها بموضوع رئاسة الجمهورية وموضوع النازحين، ويعني كل حدا موجود. هذا مكان البرلمان، هو المكان الطبيعي للتشاور، والرئيس بري تقدم المزيد من الخطوات إلى الأمام بموضوع أنه أنا شرط الحوار، ولكن الشرط الأساسي توافقي. نعم بدنا رئيس توافقي، وإلا ب 65 ما بيقلع على البلد، بصير في مشكل. 65 يعني مشروع حرب أهلية بالبلد. حتى ما في مرشحين اليوم جدد، يعني ما فقط اليوم الثنائي المرشحين لازال هو رئيس تيار المردة، هذا الموجود، ولكن طبعا حظوظ قادر جيش رئيس المردة مع احترامنا له تراجعت كثيرا، وهو أساسا ما بذل جهد ليكون توافقي، دخل بحسابات برأيي كانت خاطئة، ولكن هذا لا يعني أنه هو بالمرحلة المقبلة ما عنده دور أساسي ربما بالعهد الجديد. هيدي شغلة. الشغلة الثانية في قائد الجيش اليوم أدخل الموضوع ببازار الموضوع التمديد لقائد الجيش. صحيح. برأيي هون لابد من فصل الأمرين. ترك قيادة الجيش وقوى أمن الداخلي من دون قيادات، وأيضا طبعا حكما الأمن العام، هذا بيعني تفليت البلد للأمر الواقع وللحالة وللفوضى. هلا مدد له من قبل قائد الجيش، ويجب ان يمدد له اذا لم ينتخب رئيس للجمهوريه. هلا طرحوا القوات ورقه تمديد، ولكن استغربت انه ليش حاطين بلوك على شخص. يعني اول شيء قائد الجيش جوزيف عون له كل الاحترام والتأييد ويجب ان يمدد له، وايضا اللواء عماد عثمان له كل الاحترام والتأييد وشغل ناجح، او اللواء البيصري. إذا بدك تيجي تمددي على قياس واحد حكما ما بيمشي الرئيس بري، لأنه هذا بلد بده يجي يمشي بطريقة ما. على قياس واحد يعني ضرب بمجلس الشورى. طب في حال
ممكن يعلم طرح يعني تم طرحه من قبل القوات لتمديد لإبعاده عن فين نقول عن الرئاسي؟ مش لإبعاده، لا، السؤال هل تم وضع تمديد على مقياس شخص لعدم التمديد له؟ هذا يعني ما بدهم يمددوا له. مع إذا أنت قدمت اقتراح وهو يعلم مسبقا بالقوات اللبنانية أنه سابقا ما مش الاقتراح لأنه ممكن الطعم فيه بمجلس الشورى، طب ليش رجعت قدمت اقتراح كمان فيه لوحده؟ يعني كأنك عم تقول له ما بدي مدد لك. بينما لو بدك تمدد له تجي تقدم اقتراح يشمل كل قادة الأجهزة بصفة لواء. وأنا المعلومات تؤكد أنه كتلة الاعتدال أعدت القانون اللي خصه بموضوع التمديد لكل قادة الأجهزة كما فعلت سابقا، تراعي كل الأجهزة وحاجة البلد إلى وجود قادة أجهزة بحز الحرب مع إسرائيل. وإن شاء الله الأمور بعد التواصل أيضا مع الرئيس بري والمكونات كلنا يصير في أكبر حصول قدر ممكن من النواب للتصويت لقلوب، بالتالي يمشي. أما اقتراح بس على شخص يعني بعيدة عن التمديد أيضا، كان القوات تضر بقائد الجيش ساعتها بهذه الطريقة، وكأنها تقول لو لا أريد أن أمدد لك ولا أريدك رئيسا للجمهورية. من يتحفظ اليوم على اسم قائد الجيش كرئيس للجمهورية؟ هيدي بقى بتصير هلا موضوع رئاسة الجمهورية. قائد الجيش في طرح من الولايات المتحدة الأمريكية لشخصية قائد الجيش، مش بس الولايات المتحدة، أنا برأيي في توافق خارجي يدعم ترشيحه. ولكن في فرق بين دعم الترشيح وخوض المعركة. أمريكا تخوض المعركة، ربما الأطراف الباقية تدعم هذا الرجل بأنه هو أثبت عن نظافة كف خلال قيادته للمؤسسة العسكرية، علما أنه قيادة مؤسسة عسكرية شيء ورئاسة جمهورية أمر آخر. يعني نحن شايفين تجارب كتير، يعني مش دايما فكرة العسكري تحقق نتيجة. والدليل يعني الله يطول بعمره رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون أعطانا نتائج عظيمة بقلب البلد وهو رجل عسكري. نعم. ربما تجربة الرئيس ميشيل سليمان كانت من أفضل التجارب ضمن الأشخاص العسكر، ولكن نفس الوقت أنه فكرة أنه دايما في قائد جيش يعتبر حاله مرشح لرئيس الجمهورية كمان ما نخلص منها. فإذا قائد الجيش شخص جيد للمرحلة، ولكن يجب أن يقوم بواجب، ما بعرف إذا يستطيع بحكم هو بموقع أو يروح على التوافق في جبران باسيل عن عامل فيتو عليه، ممكن يحقق توافق فينا نقول. أنا بتمنى أي رئيس جمهورية توافق أنه يوصل قائد الجيش، وخصوصا من القوى المسيحية. تعرفي ليش؟ لأنه أنا برأيي أنه هناك مشكلة لقدام. أهم شيء يكون هو أن يتماهى رئيس الجمهورية مع موقع رئاسة الحكومة، مش يفوت على فكرة التعطيل أو على فكرة حقوق المسيحيين ويرجع لنا لهذا اللحن اللي ضيع من عهد السابق 3 سنين بس تعطيل تشكيل حكومات. إذا في موضوع أكثر من مرحلة بس انتخاب رئيس، فإن شاء الله أنه يوصلوا لرئيس. في عم بقول لي قائد الجيش من الأسماء، لواء البيسري ضمن الأسماء، جورج خوري ضمن الأسماء، الوزير السابق نصيف حتي ضمن الأسماء، يعني في أكثر من اسم، وربما يطلع لنا اسم بعيد عن الجو كلياته. فخلينا ننطر ونشوف، شوف الاسم اللي بده يحقق مين، بده يجيب أصوات 86 صوت. بعز الهدوء ما جبنا رئيس جمهورية، يعني تحت النار حنجيب رئيس؟ برأيي بعيد، ما في رئيس بالمدى المنظور القريب. إن شاء الله بال25 يكون عنا رئيس، وأخشى من طروحات تدفع إلى التمديد لمجلس النواب، لأنه بنكون عم نرتكب جريمة دستورية جديدة قائمة دائما على إرمي الأمور على الظروف. فمنصير نحن بمجلس ممدد لألو، بحكومة يعطيك العافية مصرف الأعمال ولكن عم تبذل جهد كبير، يعطي العافية رئيس مئاتي بذل منيح بهذا الموضوع، وبغياب رئيس جمهورية وشو بعد بدك مؤسسات، فخلاص فرط البلد. يعني لازم نروح نحن على رئيس جمهورية، هذا قائد القوات المسلحة بقلب البلد بعدين، أو قائد الدفاع. يعني شفتنا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أكثر من غيرها عم تدفع نحو الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم خلينا نروح على تشكيل حكومة. حتى بلش الحديث عن يعني يكون حكومة يكون خارجها حزب الله، يعني من خلال يعني الحكومة تقلك أول شيء هيك تسريبات من السفيرة الأمريكية. نعم، شكل الحكومة ما حدا بيجي بيتدخل بحكومة سيكلفها رئيس حكومة، تنكون واضحين.
يعني بكره في استشارات نيابيه ملزمه لرئيس جمهورية عندما يتم انتخابه، وان شاء الله يا رب ينتخب باسرع وقت ممكن. وشو المانع انه يكون كمان تثبيت رئيس حكومه من الخارج؟ لا ما هي ممنوع اساسا، ولا المخارج يسمي رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه ينتخب في مجلس النواب، رئيس حكومه، ورئيس الحكومه يكلف من النواب باستشارات ملزمه لرئيس جمهورية. يعني البرلمان هو من يسمي رئيس الحكومه وهو من ينتخب رئيس جمهوريه، اما رئيس جمهورية فله دور بضمن اتفاق الطائف انه هو يحمل هذه الاسماء ويعلنها بمحط، لانه هو رئيس كل اللبنانيين ومكان اجماع. من بعد رئيس الحكومه اللي بشكل، مش اي حدا اخر، ما حدا يجي يفرض شروط على رئيس الحكومه مسبقه، ما حدا يجي لنا رئيس جمهوريه بده خمسة وست وزراء. اسم رئيس الحكومه ايضا كان يسمى في الخارج اليوم شخصيه مقبوله من الجميع وتكون لها علاقات دوليه من الخارج. اذا انت عملت الهوم ورك تبعك ما بيتدخل الخارج فيك، لما انت تروحي على مشكل كانك عم تقولي الخارج تعال تدخل. هذا اللي صار برئيس الجمهوريه، لو انتخب لها من بعد ما فل الرئيس ميشيل عون كان ما حدا تدخل، بس لما يصير في تعطيل حكما بيصير في تدخل طبيعي. بتشوف ما في بهيدا الوقت بيجي يقولوا انا انه حكومه يجب ان لا يكون هناك اي شروط مسبقه على رئيس حكومه مكلف، الحكومه خاليه من اي شيء اسمه طولة معطل او تقيلات او يجي ينعطى وزراء لرئيس جمهوريه لانه هذا يخالف الدستور. في حكومه شكل الرئيس الحريري بصيغتها عندما قال يحتاج صيغه جديده، ورفضت انذاك من الرئيس ميشيل عون ولم يشكل، وبعدين علق عمله السياسي، قال نحتاج الى صيغه جديده، يعني حكومه مضبطه بكفاءات، بيجوا الشخص المناسب بالمكان المناسب ليقوموا بمهمه انقاذيه. اخي بعد ست اشهر هالحكومه ما قامت بواجبها، مجلس النواب لانه نظامنا برلماني ممكن يسحب الثقه بس وروح كلفوا حدا جديد. بلشنا نسمع بطرح جديد هلا خلال وسائل الاعلام انه المرحله بدها تتغير ما بعد مصير، مش معروف مصير المقاومه ما بعد المرحله ما بعد حزب الله، رايحين على انتخاب رئيس جمهوريه، يبدو انه المعادله حتتغير لصالح المعارضه المسيحيه، وخلينا نروح على انتخاب ايضا تشكيل رئيس حكومه، يعني سمي لواء ريفي وايضا النائب فؤاد مخزومي. بلشنا نسمع يعني سيناريوهات وكانه الحرب انتهت ورحنا على انتخاب رئيس. نعم. ورحنا على تشكيل حكومه حتى من رئيسه. لا لا طبعا ذكرتي لي الاسماء مع احترامي لهم، ما بعتقد انه هن بالوارد انه يكونوا رؤساء حكومات، ولا اعتقد انه في طرح من هذا القبيل، يعني ما في حدا عم بيحكي. برايي في طرح قائم على اسمان بالمرحله الحاليه، هو أن يكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحكومة الجديدة في حال انتخب رئيس جمهورية. يعني نحن ناطرين أساسا شيء أهم هو رئيس الجمهورية، وبعده رئيس نجيب ميقاتي وفق الدستور وليس وفق أي مقايدات وأي باكيج وأي تعيينات من خارج أو من داخل، أنه يروح النواب اللي عطوه ثقتهم أنه يرجعوا يسموه. وهو برأيي قدم أمام اللبنانيين تحديدا بهذه المرحله اللي فيها حرب، ارجى انه هو شخص قادر انه يضرب على الطاوله، قادر يواجه، قادر انه ياخذ طائرته ويروح على الدول من اجل المساهمه بانقاذ لبنان. وهناك ايضا شخصيه خبيره بالمراحل الانتقاليه وايضا الجميع يرضى عنها، هو الرئيس تمام سلام. هاي الشخصين موجودين. هلا ممكن حدا يجي يقول لي طيب ويسالوني وين الرئيس الحريري؟ الرئيس الحريري ممكن يكون في عوده للرئيس الحريري. الرئيس الحريري هو ترك المناصب تمام والمواقع وقال لهم بس اتركوا لي وطن، بس ببساطة. فمنه لاحق منصب اللي بيعلق عمله السياسي وبيترك كل شيء وبيقول لهم تفضلوا أنجزوا، وبالآخر ما أنجزوا شيء، والجميع عرف قيمته اليوم لرئيس سعد الحريري. ما هذا الرجل ما بيلحق منصب، هذا الرجل بهمه مصلحة لبنان. أين يجب أن تكون مصلحة لبنان سيكون. عودة الرئيس الحريري بترتبط بظروف هو بشوفها اليوم، هو حكما يتابع ما يجري في لبنان، يحاول قدر الإمكان أن يعطي القدر الأكبر من الوقت هو لموضوع الإنساني، مساعدات سواء عبر جمعية بيروت للتنمية أو عبر تيار المستقبل. طبعا تواصله مع الإماراتيين أمر جدا مفيد، الإمارات اليوم دعمت لبنان مشكورة سواء بالمئة مليون أو المساعدات، والمملكة العربية السعودية. إذن
الرئيس سعد الحريري أنا برأيي حكما له دور كبير في المرحلة المقبلة، لأنه رمز للاعتدال ولأنه كل المكونات تتفق على هذا الرجل. مؤاتي اليوم لشخصية ولحضور الرئيس الحريري بهذه المرحلة اللي طيب، بس هو منه يعني بقولك منه ساعي لمنصب، منه ساعي لمنصب. هذا الرجل يقوم بدور إذا في شيء لمصلحة لبنان حتلاقيه أول واحد موجود بقلب البلد. فبرأيي في مرحلة، خلينا نشوف 14 شباط اللي جاي اللي عودنا الرئيس الحريري على حضوره، هل سيلقي خطاب سياسي أم ماذا؟ وفيما بعد عنا فترة أشهر لانتخابات 26، في حال ضل وطن وضل بلد وضل كيان نشوف أيضا إذا عودة الحريري مرتبطة اليوم بعودته ككل سياسية نيابية ما بعد الانتخابات، يعني طبعا إذا بده يرجع نيابية. إذا بده يرفع ما بيرجع كرئيس حكومة دون يعني كتلة نيابية. لا بعيدا، مش هيدا ما عم بقول لك، مش المخطط المناصب والمواقع، المخطط لبنان. الرئيس سعد الحريري كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحمل مشروعا لإنقاذ لبنان. لما يكون هالمشروع بالنسبة له جاهز حتلاقيه أول واحد موجود بلبنان. أما لأجي أنا أخذ منصب أو نيابة أو غيره، هذه لم تعد من اهتمامات الرئيس سعد الحريري. ولم يعد الموضوع مقتصر على السنة، بل هو ينظر إلى السنة وإلى الشيعة وإلى المسيحيين والدروز. وأنا برأيي روح اسألي أي واحد من الناقورة للعريضة واسألي عن اسم سعد الحريري وحتشوفي أنه لا، هذا الرجل فعلا كان لازم أنه طلع ضحية ما حصل. يروحوا يعملوا مثله أي واحد زعيم شعر أنه هو ما قادر يعمل شيء، يروح يبتعد 4 سنين ويشوف يعلي عمله السياسي. ما حدا عنده كان الجراءة أنه يعمل هذا الشيء، وكان الجميع يخشى على شعبيته. هذا الرجل 4 سنين غاب، بعدين حاليا 3 سنين وشعبيته عم تتصاعد أكثر وأكثر وتتجاوز حدود الشعبية اللي كانت عنده أو عن تيار المستقبل. وأثبت أنه لا بديل عنه، أي أحد ما في بديل عن الرئيس سعد الحريري. محمد، هل بتشوف اليوم في خوف على لبنان من مخطط فتنة؟ وشفنا كان في هناك يعني مخطط كأنه إسرائيلي من خلال دخول اليوم ما بين الطوائف بعدة المناطق، أيضا حتى موضوع النزوح اليوم اللي لجأوا له أهالي الجنوب والبقاع أيضا والضاحية الجنوبية، شفنا كان ببعدة أماكن في استهدافات، وكانوا استهدافات لي أيضا البيئة الحاضنة أيضا ولجأوا إليها هذه البيئة. نعم طبعا، لا أكيد في برأيي القلق الداخلي كبير على من، ما بدي أقول حرب أهلية، ليش؟ لأنه الحرب الأهلية ابتسام بدها أطراف تاخد قرار بالاعتداء على أطراف أخرى. أنا برأيي ما موجود هيدا الشيء، ولكن الفوضى تولد إشكالات، الإشكالات تؤدي فيما بعد إذا كبرت إلى حرب أهلية. فنحن عنا واقع، نعم اليوم في ناس ربما كانوا متعودين على وضع يومي، شيء تغير، في نازحين بكل المناطق اللبنانية، للأسف مش بكل المناطق، خليني أقول لك إياها بشكل بالمشبرح يعني، بالمناطق اللي بتستقبل النازحين واللي تعتمد سياسة الوحدة الوطنية، وبيروت منه صحيح. لكن اليوم في اقتزاز كبير ببيروت. طب لبنان منه مقتصر على بيروت يا جماعة، يعني من المناطق اللي استقبلت كتير النازحين عكار وطرابلس، كل المناطق، وهيدا واجب وطني باستقبال كل النازحين وفتح مراكز إيواء، واللي بده يستأجر، واللي بدنا نحن نخفف عن هالناس قهر. شافوا بيوتهم اتدمرت، أطفالهم استشهدت، طب هيدا كله هيدا موجوع. إذن هذا الوجع نحن بنقدر نخفف عنه، نساعد ونوقف حده إلى حين يرجع يوقف على إجره. عم نشوف مبادرات فردية، مبادرات من يعني حزبية، لكن هذا الملف يعني هذا ملف وطني منه مقتصر اجتماعي، في عندك عدد كبير من النازحين حكما، بعدين عندك أزمة مستضيفين كمان، يعني كمان المستضيفين، في ناس مستضيفة ببيوتها 15 و20 بني آدم عم بيناموا، ناس بالليل وناس بيناموا بالنهار، في مدارس بيوت، في مدارس بينعطاه موعد بالاسبوع مره ليفوت يتحمم او تتحمم لانه في اقتزاز.
موعد كل يوم مين دور، هذا واقع مؤسف. ولكن برضو كمان أرجع أعطيك لازم يعني يكون في خطة استباقية ربما، يعني ما تكون إيواء المدارس، يعني ربما خارج الموضوع المدارس. فحزب الله عمل أنفاق ليقاتل معهم الملاجئ، بس برضو أنا عم بجي أخذك لمطرح تاني، ما بيعني أبدا النزوح أنك أنت تفتح جروح قديمة بقلب مدينة مثل بيروت. يعني شو يعني رايح على مدرسة المقاصد لتجي تحط شعار حزبي على الباب؟ ما هذا أمر مرفوض، ما حدا بيرضى فيه، ما حدا بيرضى فيه. اليوم ما فتحت يعني أبواب الجوامع والأملاك الخاصة، يعني كان في الجوامع، جامع الأمين موجود كان تحت العالم، بس انه مش انه نفتح بس قصة نحن، لا اليوم نحتاج الى حل واضح. اليوم جاي شتوية صحيح، طب وين بدهم يقعدوا هدول الناس؟ التدفئة كيف بدها تصير؟ المنارة فعبلك موضوع الأملاك الخاصة جدا خطير. ابتسام، صارت حادثة بالحمرة كانت ممكن تعمل مشكل كبير ونروح على الدم فيه. فبرجع بقول مثل ما وهناك واجب وطني على كل لبناني أن يساند أي نازح خيو لبناني مهما كانت انتماءاته، أيضا على النازح واجب أنه يحترم المكان اللي موجود فيه وما يروح على شعارات تفتح جروح تؤدينا لمشاكل. قد ايه وعي اليوم اللبناني برأيك؟ أنا برأيي لهلا في وعي، المشاكل الصغيرة اللي عم بتصير عم تتعالج، هذا شيء جيد. أنا أخشى للفترة الطويلة أنه ما بقى نتحمل بعض، وأنا برأيي أيضا أنه بيروت لا تعد تحتمل بقى كتير أيضا، لنقدر نحن نخدم النازحين اللي موجودين ببيروت، تعالوا نروح لمناطق أخرى أيضا. يعني هذا ما بيعني أنه يكونوا موجودين بالشارع أبدا، هذا بيعني أنه يكونوا معززين مكرمين، بس ما الدولة ما جاهزة، ما الدولة بأزمة اقتصادية. أين هي هذه الأماكن يعني اليوم؟ هلا في حديث عن المدينة الرياضية أيضا انه ينعمل فيها بيوت جاهزه بريفابريكي حتى بموضوع عكاس البقايا يعني، ولكن هناك دائما خشي من انه يتحول المكان لمخيم وكذا وانه هذا يقلل. لا انا برايي اذا انعمل خطه في يعني في مدارس اليوم بدها تفتح يعني قريبا، وربما في مدارس فيها نازحين كيف بدهم يتعلموا، ولكن المهم انه ما يكون في اي نازح خارج اي مركز ايواء، وما يكون في اي نازح بردان. ابتسام، هلا موضوع ان شاء الله موضوع المدارس انه يتعالج لما يتامن بدائل عن موضوع المدارس ويروحوا النازحين عليه. وبرجع بقول لك مش كل الاصابع مثل بعضها، في نازحين فعلا بيستحقوا كثير من الدعم والوقوف، وفي اشخاص بدهم يجوا ينقلوا نفوذ، يعني في يعني هن ذاتهم، يعني اذا كان في عذرا يعني زعران بقلب الضاحيه بدهم يجوا يعملوا زعران بقلب المنطقه اللي نزحوا فيها. يا اخي كيف طيهم يعني؟ ما نحن عنا كمان زعران، يعني مش انه ما في، ما كل المناطق فيها زعران، مش ناقصنا هلا هلا هيدا اللي هون خوف اللي طيب. عم يعني ازعر بقبيل ازعر اليوم، مش انه شارع قبل شارع بدنا نروح عليه، ونحن اساسا قلبنا من الحامض، خلينا نقول لا في حدا يقوم بي يعني يكون في وعي، قلبنا من الحامض ليه جاي تزودوا لنا نفوذ وما اعرف شو، خلينا نقعد بسلام وامان نكمل المرحله نواجه الاسرائيلي هو عدوك. هي اليوم هيدا العبء اللي عم نحكي عنه، يعني العبء الاقتصادي والاجتماعي اللي ايضا كمان عم تتحمله الدوله إضافة للعبء النزوح السوري المتواجد أيضا، على الرغم من أنه كان في يعني العديد من نزحوا يعني السوريين عادوا إلى سوريا، لكن أنا السؤال مين اللي نزح؟ هل اللي نزحوا هني حملة الإقامات اللي ما عندهم مشاكل مع النظام، أم اللي نزحوا هني اللي ما معهم وراء شرعية؟ برأيي أنا هون في موضوع أساسي، يعني ما بعرف إذا في المعطى واضح عنه، وهيدول إذا حملت إقامات يعني لما تروح الأوضاع حيرجعوا. يعني حتى معزز اليوم أصبح النازح السوري أكثر من اللبناني اليوم بكل المناطق، يعني عم يتواصلوا معه وين مكانك وحط عنوانك وكذا للمساعدة. قضية لأنه بلشت من 2011 وفي تراكم سنوات عليها، يعني حكما أول أشهر فيها كانت فلتانة، ولكن دايما أي عملية نزوح فيما بعد تتحول إلى عبء. ما في أي حدا بينتقل من مكان لمكان وبعدين ما بيصير عبء، فنحن تفادياً لهيدي المشكلة لازم من الآن نفكر بأنه كيف النازح يكون معزز مكرم اللبناني اللي هي مثلي ومثله، وينحط بمكان ما يكون تقيل على غيره، الحين يرجع لمكانه لأنه هو مكانه الطبيعي ببلدته وببيته وبين عائلته،
وبمنايته وبسيارته بحياته محله رزقه اللي تدمر، ونيك مكانه الطبيعي. مش نجي نعمل نحن انه والله قعدوا فيفوت يقعد حدا تاني، لا، انت ترجع على ضيعتك معزز مكرم، هذا الاساس. فبرايي مثل ما قلت لك هناك واجب على المستضيف وطني لايواء النازحين، وهناك واجب على النازحين باحترام البيئه اللي موجودين فيها والمدينه اللي فتحت لهم ايديها، وان لا يفتحوا اي جروح سابقه تؤدي الى اشكالات. وإن شاء الله، مع أنه أنا أشعر بالقلق بهذا الموضوع، ومش هلأ تحديدا، بعد وقت في ناس ربما استأجرت ما بقى معها بعدين تدفع أجار، في ناس ما بقى اللي كانوا معهم خلصوا، في مشاكل يعني حنشوفها. في أنواع من النزوح، صح؟ في غير موضوع في النزوح للي يعني اللي عنده إيواء بالمدارس، عندك النازحين أيضا من اللي المستأجرين واللي دون أيضا يعني فرص عملهم راحت ومحالهم المؤسسات التجارية، غير موضوع البيوت اليوم أيضا يعني المطرح ما كان يعتاش منه، صح، فقدوا ربما، وهذا أمر مؤسف واقع فعلا. نحن بواقع تاريخي بأزمة برأيي ما شاهدينا من عقود، ما شايفين هيك شيء. رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر، انا بدي اتشكر وجودك ومشاركتك معنا بهذه الحلقه. شكرا ابتسام، شكرا، كل الشكر لكم مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.